يقول كل سنة أحج فيها إلى بيت الله الحرام، أصعد على جبل المشاهدة الذي هو جبل الرحمة في عرفات، وهذه السنة أجدني ضعيف بواسطة السن، وأنا متردد أخشى أحج ولا أستطيع الصعود، فما العمل وفقكم الله؟ نقول له للأخ السائل: رويدك أيها الأخ، فإن الصعود على جبل عرفات ليس من الأمور المشروعة، بل هو إن اتخذه الإنسان عبادة بدعة، لا يجوز الإنسان أن يعتقده عبادة ولا أن يعمل به على أنه عبادة. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على فعل الخير وأبلغ الناس في تبليغ الرسالة ودين الله ما صعده، ولا أمر أحدا بصعوده ولا أقر أحدا على صعوده فيما أعلم. وعلى هذا فإن صعود هذا الجبل ليس بمشروع، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وقف خلفه من الناحية الشرقية، قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير بهذا إلى أن كل إنسان يقف في مكانه ولا يزدحمون على هذا المكان الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم.